بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لا تنسى الاشتراك في قناة أخي الكريم وتفعيل زر الجرس ليصلك أي جديد. مرحبا بكم إخواني الكرام، مرحبا بكم متابعين الأوفياء، معكم عبد النور مدريد على قناتكم التعليمية دائما. اليوم لدينا موضوع جديد إن شاء الله سوف نتناوله وإياكم. موضوعنا وحلقتنا لنهار اليوم وهي بعنوان وثائق ملف بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الجزائرية وجواز السفر بالنسبة للبالغين. اليوم سوف نخصص حلقتنا إلى ذكر الوثائق وشرحها، طريقة استخراج بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر بالنسبة للبالغين لأول مرة أو ملف تجديد، أي أول مرة راك رايح تدفع لاكار ناسيونال تاعك، ولا راك رايح تجدد الملف بطاقة التعريف الوطنية تاعك انتهت الصلاحية تاعها تاع 10 سنين أو جواز السفر. أولا نبدأ ببطاقة التعريف الوطنية ثم نروحوا لجواز السفر البيومتري. قبل أن نبدأ الفيديو إخواني الكرام، لا تبخلوا علينا بضغط زر الإعجاب على هذا الفيديو، دعمكم إخواني الكرام مهم لنا ويحفزنا أكثر وأكثر لنستمر بنشر المزيد. وإذا كنت أول مرة تشاهد الفيديو على قناتنا فلا تبخل علينا بالاشتراك، وانزل أسفل الفيديو توجد خانة حمراء، اشترك معنا واضغط على خانة الاشتراك وفعل زر الجرس لتتوصل بأي جديد نرفعه على القناة أنت الأول أخي الكريم، كي لا نطيل عليكم الفيديو إخواني الكرام. ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا حتى نهاية الفيديو، فاصل ثم نعود. مرحبا بكم إخواني الكرام، مرحبا بكم متابعينا الأوفياء، ها قد عدنا إليكم لنواصل حلقتنا لنهار اليوم وإياك. كما تعلمون إخواني الكرام، أي شخص يحتاج إلى بطاقة تعريف وطنية لتثبت هويته ويستعملها في استخراج وثائق إدارية كهي كجواز السفر. جواز السفر معمول للسفر، هو اسمه جواز السفر، نستعمله عندما نريد أن نسافر خارج الوطن. بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الحالية أصبحت الآن لا تتطلب استخراج وثائق كثيرة. أول شيء عليك استخراجه وتكوين الملف، وهو سهل وليس بالملف الصعب. أولا هي شهادة الجنسية، شهادة الجنسية تأتي بها من المحكمة القريبة منك. ثانيا ثلاثة صور شمسية، وثالثا نسخة من بطاقة الزمرة الدموية، ورابعا شهادة إقامة. أولا شهادة الجنسية والوثائق المطلوبة لاستخراجها، وهي شهادة ميلاد المعني وشهادة ميلاد الأب وشهادة ميلاد الجد. انت اللي راك باغي تخرج لك كارنسونال، تخرج شهادة ميلاد تاعك وتاع باباك وتجد، تروح للمحكمة تطلب شهادة الجنسية تسلمها لك تضعها في الملف. ثانيا ثلاث صور شمسية خلفية بيضاء. ما معنى خلفية بيضاء؟ اي الخلفية الصورة، خلفية الصورة بيضاء. اذا تتذكرون جل الصور في الماضي القريب كانت تأتي بخلفية زرقاء، الان لا تقبل منك هذه الصورة. عندما تذهب عند المصور قل له أني حاب ندفعها في بطاقة التعريف أو جواز السفر، هو يعرف باش يدلها الخلفية البيضاء ماشي الزرقاء، أي الريدو الأبيض اللي يكون خلفك، لأن الصور الشمسية اللي راك رايح تديهم أنت معاك تدفعهم في البلدية أو في الدائرة، هذوك الصور غادي يقعدوا في الملف، ما همش هما الصور اللي غادي يحطوهم لك في بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، لأن عندما تنتقل إلى الإدارة سوف يتم رفع معلوماتك على جهاز الحاسوب الخاص بهم، ثم تنتقل إلى غرفة التصوير. غرفة التصوير يتم من خلالها التقاط لك صورة لوضعها ببطاقة التعريف أو جواز السفر. الصورة التي تلتقط في الإدارة هي صورتك التي تظهر على جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية. وهنا شيء مهم يجب عليك أن تعلمه، يوجد ناس كثيرين يعلمون ما هو ملف بطاقة التعريف وما هو ملف جواز السفر، وهناك ناس لا يعرفون ما هو ملف أو الوثائق التي تطلب منك لاستخراج بطاقة التعريف أو جواز السفر. الذي يعرف ما هو الملف فلا داعي لمشاهدة هذا الفيديو، وإذا أردت أن تشاهد هذا الفيديو فمرحبا بك أخي الكريم في القناة، فدعمكم يحفزنا ويساعدنا وشكرا جزيلا لكم. نواصل إخواني الكرام، شيء مهم يجب عليك أن تعلمه، عندما تذهب لإيداع ملف بطاقة التعريف أو جواز السفر عليك أن ترتدي قميص لونه ليس أبيض، أي لون أسود أصفر
أحمر، أخضر، بني، أي لون إلا اللون الأبيض. لماذا؟ لأن الخلفية التي توضع في الصورة تكون بيضاء في جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية. وعندما أنت ترتدي قميص أبيض فيطلب منك أن تغير القميص إلى لون آخر، ولن يتم التقاط لك صورة حتى تغير اللون الأبيض. لذا عليكم عندما تذهبون لإيداع الملف بطاقة التعريف أو جواز السفر ارتداء أي لون إلا اللون الأبيض. هذه نقطة مهمة. الآن إلى بطاقة الزمرة الدموية، وهي معروفة كارتا تعدم كارت جروباج، نسخة منها تكون في الملف مرفوقة معك في الملف. وآخر شيء وهي شهادة الإقامة، شهادة الإقامة غنية عن التعريف. وهنا نقطة مهمة يجب توضيحها، الناس اللي قل من 19 سنة أي أقل من سن 19 وهم غير ملزمين فهم معفون من استخراج بطاقة الإقامة. إذا كان سنك أقل من 19 فلا داعي لاستخراج بطاقة الإقامة أو شهادة الإقامة، لأنك محفي منها حتى بلوغك سن 19 سنة. هذا إخواني الكرام ملف بطاقة التعريف الوطنية. وقبل الانتقال إلى ملف جواز السفر البيلومتري، أتمنى أني وفقت بالشرح وشرحي واضح ومفهوم لكم إخواني مشاهدينا متابعينا الأوفياء. الآن ننتقل إلى موضوعنا الثاني والخطوة الثانية، وهي ملف جواز السفر البيومتري. أول شيء وهي الجنسية، ثاني شيء وهي ثلاث صور شمسية، ثالث شيء وهي بطاقة الزمرة الدموية، ورابع شيء وهي شهادة الإقامة، وخامس شيء وهي طابع جبائي مستخرج من مديرية الضرائب مقدر ب6000 دينار جزائري، وسادسا واخيرا وهي شهادة عمل اسوسون طرافاي. نبدأ من شهادة الجنسية، تكلمنا عن شهادة الجنسية طريقة استخراجها فلا داعي لتكرار الكلام. ننتقل الى الصورة الشمسية وتكلمنا عليها ايضا طريقة استخراجها، ونفس الطريقة في استخراج بطاقة التعريف بالخلفية البيضاء مع بطاقة التعريف الوطنية. بطاقة الزمرة الدموية كارت جروباج ايضا ذكرناها وشرحناها في بطاقة التعريف في ملف بطاقة التعريف الوطني. الان نذهب الى قسيمة الجبائية مقدرة ب6000 دينار جزائري. طريقة استخراجها، تذهب الى مديرية الضرائب القريبة منك مرفوق ببطاقتك التعريف الوطنية، تسلم لهم البطاقة زائد 6000 دينار جزائري، ومن ثم تستلم قسيمتك الجبائية مكتوب عليها اسمك والمبلغ المقدر ب6000 دينار جزائري. والخطوة الاخيرة وهي شهادة العمل. شهادة العمل اخواني الكرام في جواز السفر ليست إجبارية، لازم تدفعها في الدوس، ماشي لازم، ماهيش إجبارية. كاين ناس ما همش خدامين وكاين ناس خدامين. إذا كنت أنت يا خدام وحاب تدفع شهادة العمل تاعك في جواز السفر فلا مشكلة أخي الكريم. للموظفين والعمال أصحاب العمل بقطاع العمومي أو الوظيفة العمومي أو القطاع الخاص، فعليك باستخراج شهادة العمل وإيداعها في الملف. أما بالنسبة للعمال المهنيين الأحرار أصحاب الحرف، فأنت سوف تودع في مكان شهادة العمل تودع السجل التجاري نسخة منه، أي نسخة من شهادة السجل التجاري لوجيست كوميرس إذا أنت حبي، لأن المعلومات لشهادة العمل أو السجل التجاري الوظيفة اللي تكون تخدم فيها مهما كانت الرتبة تاعها لا تظهر على بطاقة التعريف الوطنية ولا تظهر على جواز السفر. لماذا؟ لأن بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر الآن ليس كالماضي القريب، وهو عبارة عن بطاقة مثل بطاقة الصراف الآلي، كانت بنكية أو بريدية. المعلومات التي عليها هي داخل البطاقة في الشريحة الصغيرة التي تظهر لك في البطاقة أو جواز السفر، وتحتاج إلى آلة إلكترونية. في المستقبل القريب سوف يكونون آلات إلكترونية، عندما تضعها في الآلة أي استخراج وثائق سوف تظهر معلوماتك للموظف، مثل بطاقة استخراج النقود عندما تضعها في الصراف الآلي تظهر معلوماتك الشخصية كاملة غير منقوصة. وأما للقصر غير بالغين لسن 19 سنة في جواز السفر، تكلمنا عليهم في بطاقة التعريف الوطنية، فهم معفون من شهادة الإقامة حتى بلوغهم 19 سنة وشهادة عمل أيضا، لأنهم غير موظفين في سن مبكرة وهم يدرسون. فهنا عليهم أن يستخرجوا شهادة مدرسية إن كانوا طلاب يدرسون بقطاع التربية والتعليم، مع حضور الولي لكي يمضي على قبوله باستخراج
ابنه جواز السفر. كما تعلمون إخواني الكرام، الأطفال القصر يجب أن يكون وليهم حاضر ويمضي عليهم لكي يسمح له باستلام ملفه واستخراج جواز السفر. وحتى عندما يأتي جواز السفر ويذهب لاستخراجه يجب أن يكون وليه حاضر، لأنه مازال قاصرا. أما للأطفال الصغار أقل من 10 سنوات أو أقل من 5 سنوات أو كانوا رضع أصحاب سنة أو سنتين، فيستخرج لهم جواز السفر بصفة عادية إخواني الكرام. ولكن جواز السفر الذي يستخرج لهم يكون بمدة 5 سنوات وليس 10 سنوات، لأن ملامح الصغير تتغير بسرعة. لذا 5 سنوات وسوف يعيد تجديد الملف الأب لابنه أو ابنته الصغيرة. أتمنى أنني وفقت في شرح حلقتنا وفيديو هذا اليوم لطلب بطاقة التعريف الوطنية البيومترية وجواز السفر، طريقة استخراجها، وما هو الملف الكامل المطلوب منك بالنسبة للبالغين أو للقصر. كان هذا موضوعي معكم. قبل نهاية هذا الفيديو إخواني الكرام، فلا تبخلوا علينا بزر الإعجاب، لأن دعمكم مهم لنا ويساعدنا كثيرا ويحفزنا على المواصلة والاستمرار بنشر المزيد. لا تنسوا أن تتركوا لنا استفساراتكم أسفل الفيديو في التعليقات. وإذا كنت أول مرة تشاهد الفيديو على قناتنا، فلا تتردد بالاشتراك أخي الكريم وفعل زر الجرس ليصلك أي جديد نرفعه على القناة أول بأول. ألقاكم بخير وعلى خير. كان معكم عبد النور مدريد. طاب يومكم في موضوع جديد وفيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.